انا قلت واحد النهار وانا كنصور شوك الورد بقيت بيني وبين شخصيه بعلال حيت كنشوف ولا كيهضر معايا كيكون حوار في شكل ما حيت كنسولو ولا كنقول لي كيفاش داك الراجل البسيط داك الراجل اللي ما عارف فين كاين داك الراجل اللي عنده واحد الابتسامة خاصة ابتسامته بريئة طفولية كيفاش كنشوفو أنا كيبقى فيا واحد النهار اللي ساليت من التصوير ركبت في الطوموبيل غادي ما جفوش دموعي لأن بقى فيا داك الراجل ما كرهش نداويه ما كرهش نعطيه الدواء ما كرهش رجعوا الأصل ديالو ورجعوا يعرف لانتوراج ديالو ما كرهش كتشوفو في كل نهار كتخلي في شكل في تورناج داز الأسابيع اللي صورنا كل نهار حيت كنخليه كيبقى فيها كنقول علاش ما شفتوش صحيبة ولكن هذه إنسانية منك وصدق منك حتى ماشي سهل ماشي سهل أنك إذا عليك شي حد في هذا الطريق إذا عليك شي واحد عزيز عليك بزاف كتولي تشوفه وهو غريب عليك صعيبة صعيبة بزاف ومن اللي لعبت هذا الدور وانا كي ماشي كانوا كيبقاو فيا قبل الدور ولكن دابا تزادوا دابا انا كنسمع شي حاله من الحالات كنتعطر حيت كنعرف ولات بحال عندك كونيكسيون مع داك عايشه معايا عايشه معايا كان غاديه معايا المده ديال التصوير كان بعلال دائما حدايا دائما غادي بيه دائما كنخاف عليه هود من الطوموبيله كنخاف عليه ما يعرفش الى خرج يعني بزاف وليت بعلال الضل ديالي ماشي سهل شكرا لك هادشي كيوصل للروح ديالنا والقلب ديالنا وهذا هو الهدف من الرساله ديالك في الحياه ديالك ندوزو للمحطه الرابعه والمحطه الرابعه اللي عندها علاقه بالمجال الاجتماعي المجال الاجتماعي كنلقاو فيه ديما يمكن الناس يفهمونا الناس ما يفهموناش الناس يثقوا فينا الناس ما يثقوش فينا الناس يحكموا علينا وما عندهمش حق يحكموا علينا علاش واقع هادشي خلال التجربه ديالك احنا في زمن السرعه كل حاجه بغينا دغيا وما كنعطيوش اهتمام الوقت وما كنعطيوش اهتمام We'll be right back.